وبعد ما تم اختيار الفريق وبعد ما الفريق اختار المشروع اللي هيشتغل عليه، لازم نفهم البروسيس بشكل احسن. الكلاسيكال موديل لفهم البروسيس كان بيتكون من انبوتس والبروسيس نفسها والاوتبوتس. عشان نفهم البروسيس بشكل اكتر، في ما يسمى بالفلو تشارت بيقسم العمليه لخطوات، وحتى لو في حاجات لوجيكال في النص بتبان برموزها عشان نفهم البروسيس بشكل افضل. اخر تعبير عن البروسيس هو السايبوك. السايبوك هو عباره عن سبلايرز، انبوت، بروسيس، اوتبوت، كاستمر. وكان عاوز يفهم ويبعد اكتر من الانبوتس، يشوف بتيجي منين، بحيث ان لو عندي سبلاي تشين وعاوز اامن نفسي فاشوف السبلاير وايه البدلة ليه، ولو عاوز اعرف مشكله ممكن ارجع للسبلاير اللي بيورد هذه القطعه. الاوتبوتس نفس الكلام، كل اوتبوت بيطلع لمين؟ كاستمر. بعد كده ممكن يكون الكاستمر ده انترنال كاستمر او اكسترنال كاستمر. وبالحديث عن الكاستمر، لازم فريق العمل يستمع الى صوت العميل، فويس اوف كاستمر، لان ده اهم حاجه. البروسيس بتاعتي كلها او السيرفيس اللي انا بقدمها لازم تكون كلها بتدور حول العميل ورضا العميل، لان العميل مفروض ان الفويس اوف كاستمر دي بتترجم الى تحديد الفاريبلز الهامه للجوده، الكريتيكال تو كواليتي اللي انا لازم اركز عليها. صوت العميل بنحصل منه ايضا على السبيسيفيكيشن ليميتس. العميل هو اللي بيحدد الحدود القبول المقبوله بالنسبه له، الابر سبيسيفيكيشن ليميتس او اللور سبيسيفيكيشن ليميتس.